اهلا بيكم يا جماعه في حلقه جديده من قناه كينج هيستوري. القناه بتتكلم عن كل الحضارات من بدايتها لنهايتها، بس النهارده هتبقى حلقه مختلفه. النهارده مش هنتكلم عن الحضارات او عن اي حاجه عن التاريخ، النهارده هنتكلم عن موضوعين. الموضوع الاول طبعا فوز منتخبنا على منتخب كوت ديفوار ومنتخب المغرب، طبعا بنقدم له التهاني من اكبر حد في المنتخب لغايه اقل حد في الجهاز الفني. طبعا اللعيبه مشكورين، ادوا اداء رجولي وفازوا على منتخبين كانوا مرشحين جدا للفوز بالبطوله، منتخب كوت ديفوار ومنتخب المغرب. فطبعا بنقدم لهم التهاني وبنتمنى يكملوا كده لغايه اخر البطوله ان شاء الله. الموضوع الثاني كان موضوع مستفزني جدا واثار الجدل في مصر، وهو موضوع فيلم فنانه منى زكي، او اللي كانت فنانه في نظرنا كمصريين منى زكي، فيلم اصحاب ولا اعز. انا عايز افهم بس، في فيلم زي ده يتصور بواسطه فنانين مصريين؟ في فنانين يقبلوا حاجة زي دي؟ طب الأفكار اللي بتتقدم في الفيلم، الشوت الأول من الفيلم أصلا ما ينفعش يتصور بواسطة فنانين مصريين. طيب بالنسبة للرسالة بتاع اللي جت على طبعا التليفون بتاع الفنان أياد نصار في الفيلم، اللي هو كانت الفنانة بتاعت زميله، وقريتها طبعا منى زكي كده عادي، يعني مثلا ما شافتهاش مثلا واستغربت، لا ده قريتها عادي. هل ينفع رسالة زي دي توجه لراجل من راجل، يعني راجل وراجل يبعتوا رسائل زي دي لبعض؟ هل مجتمعنا العربي بيقبل بكده؟ طب بلاش مجتمعنا العربي، ديننا كإسلام بيقبل بحاجة زي دي؟ ما اظنش ان في دين سماوي بيقبل بحاجة زي دي. يا جماعة القضايا دي ما ينفعش تتناقش في فيلم بيشوفه العرب. ومنصة نتفليكس دي منصة اصلا مش مصرية ولا عربية، ولا اللي ماسكينها مصريين وعرب ولا حتى مسلمين، ده اللي ماسكينها الغرب. فده فكر مخطط وممنهج لتدمير الوطن العربي وهدم القيم الإسلامية. يا جماعة فوقوا، اللي بيحصل ده ما ينفعش. وعلى فكرة قبلها كانت برضو طلعت ترند بتاعت اللاعب أبو تريكة لما اعترض على الرباط بتاع الكابتن اللي كان في أوروبا في الدوري الأوروبي، وبرضو حصل وقتها جدل كبير عليه. طبعا أنا لا مؤيد لأبو تريكة ولا معارض ليه، أنا محايد جدا بالنسبة للموضوع أبو تريكة، انما هو اتكلم بصراحة وقال يا جماعة ده شعار للجماعة اللي هما انتوا عارفين يعني، فما ينفعش يا جماعة. دي كانت من الذنوب والكبائر اللي كانت بتحصل في عهد سيدنا لوط عليه السلام، واظن ربنا عاقب الناس دي والعقاب كان قدام الناس كلها. والرسول اتكلم عنه وقال ان الكلام ده حرام 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 في جميع الاديان السماوية الثلاثة، الاسلام والمسيحية واليهودية. ما ينفعش فيلم زي ده يتصور وفي فنانين مصريين ونقل قضايا خطيرة زي دي. وعلى فكرة اللي ألف الفيلم ده كانوا 3 كتاب بيقولوا ان هم ايطاليان. طب هل الايطاليان فكرهم وعاداتهم وتقاليدهم زي المصريين والعرب؟ ولو عجبكم الفيديو ما تنسوش تعملوا لايك وسبسكرايب وتفعلوا زر الجرس عشان يوصلكم كل جديد. سلام عليكم.